بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المعلمة هبة الحاج علي من المدارس الفلسطينية في قطر. سنكمل اليوم الفصل الثاني من الوحدة الرابعة لمادة العلوم الحياتية للصف العاشر عن التي كانت تتحدث عن الطلائعيات. ذكرنا في الحصة السابقة عن خصائص العامة للطلائعيات. سنتناول اليوم تصنيف الطلائعيات والقبائل التي تنتمي لها. تصنيف الطلائعيات: تصنف الطلائعيات إلى ثلاث مجموعات حسب طريقة الحصول على غذائها. إذن أساس تصنيف الطلائعيات طريقة الحصول على الغذاء. أساس تصنيف الطلائعيات طريقة الحصول على الغذاء. أولاً انقسمت إلى طلائعيات شبيهة الحيوانات التي سنتحدث عن هذه المجموعة في درس اليوم. أيضا هناك مجموعة الطلائعيات شبيهة النباتات، وأيضا مجموعة طلائعيات شبيهة الفطريات. إذن ثلاث مجموعات اعتمادا على طريقة حصولها على الغذاء تم تصنيفها إلى شبيهة حيوانات أو شبيهة نباتات أو شبيهة فطريات. سنتحدث اليوم عن شبيهة الحيوانات وأقسامها وتفاصيل عنها، والحصة القادمة عن المجموعتين التي هي شبيهة النباتات وشبيهة الفطريات. الطلائعيات شبيهة الحيوانات اسمها الأوليات. طلائعيات يعني أي مسمى أمامك أوليات هي تعني الطلائعيات شبيهة الحيوانات. تتواجد إما حرة أو متطفلة، إما تكون حرة في الطبيعة أو متطفلة على الكائن الحي. لها بعض خصائص الحيوانات، لذلك سميت بشبيهة الحيوانات ولكنها ليست حيوانات. تفتقر لمجموعة من الخصائص التي كان ممكن أن نطلق عليها حيوانات أو أن نصنفها ضمن الحيوانات، ولكن هي شبيهة الحيوانات لامتلاكها بعض خصائص الحيوانات. لا يوجد فيها أجهزة متخصصة للقيام بالوظائف الحيوية، وإنما عضياتها تقوم بمهام الأعضاء المتطورة في الحيوانات، يعني العمل مشابه للعمل الذي تقوم به الأعضاء المتطورة في الحيوانات، مشابه ولكنها لا تحتوي أجهزة متخصصة وإنما العضيات تقوم بهذا العمل. تمتاز بوجود فجوات منقبضة، بعض خلاياها تمتاز بوجود فجوات منقبضة. طريقة التكاثر في شبيهة الحيوانات هو اللاجنسي شائع فيها. إذن التكاثر اللاجنسي شائع في الطلائعيات شبيهة الحيوانات، والجنسي نادرا، الأكثر لاجنسي. ممكن أن يمر بعضها بالتكاثر الجنسي واللاجنسي معا. قسمت إلى أربع قبائل اعتمادا على وسائل الحركة فيها. إذن طلائع شبيهة الحيوانات هناك أربع قبائل لها وفق وسيلة الحركة لها. ما هي؟ قبيلة الهدبيات، الأميبيات، الصوتيات، البوغيات. إذن أساس تقسيمها حسب أو وفق وسيلة الحركة المستخدمة: هدبيات، أميبيات، صوتيات، وبوغيات. نتحدث في البداية عن الهدبيات. الهدبيات من اسمها لها أهداب. ما هي الأهداب؟ الأهداب هي بروزات قصيرة تشبه الشعيرات كما نلاحظ في هذا الشكل. إذن هي بروزات قصيرة تشبه الشعيرات، تسمى الهدبيات، وأطلق على هذه القبيلة هذا الاسم بناء على وجود الأهداب في جسمها. إما هذه الأهداب إما أن تغطي الجسم كاملاً كما نلاحظ في هذه الصورة، أو تغطي جزئياً كما نلاحظ في هذه الصورة. إذن إما كامل أو جزئي. أهمية هذه الأهداب لهذا الكائن: تستخدمها لتدفع جسمها، إذن للحركة. أهميتها الحركة، كيف تدفع جسمها في الماء وأيضاً توجهه نحو الطعام حتى يحصل على الطعام. ما
تتميز هذه القبيلة بوجود نوعين من الأنوية، هناك نواة كبيرة ونواة صغيرة. النواة الكبيرة مسؤولة عن تنظيم العمليات الحيوية للكائن الحي، أما الصغيرة فلها دور مهم في عملية التكاثر. إذن هي ليست وحيدة النواة، متعددة النواة، لها نوعين من الأنوية. تعيش جميعها حرة، في البيئات المائية الغنية بالمواد العضوية. إذا هناك شرط أن تكون البيئات المائية غنية بالمواد العضوية. هذه المواد العضوية طبعا يجب أن تكون متحللة، باستثناء فقط البلانتيديوم يعيش متطفل على الإنسان. إذا كل الهدبيات حرة باستثناء البلانتيديوم. الباراميسيوم هو من أكثر الأمثلة المعروفة للهدبيات. نذكر قليلا عن خصائص الباراميسيوم. هذا هو شكل الباراميسيوم. نلاحظ الهدبيات تغطي الجسم، يعيش في المياه العذبة والأماكن الرطبة ذات التركيز المنخفض من الأملاح. يحتوي مجموعة من العضيات، نذكر بعضها ووظائف كل منها. الفجوة المنقبضة، تحافظ الاتزان الداخلي من خلال تجميع الماء، الزائد الداخل طبعا من البلعمة وتتخلص منه خارج الخلية. إذن للمحافظة على توازن الداخلي للخلايا. فتحة الإخراج، تخرج الفضلات من خلالها. النواة الكبيرة والنواة الصغيرة، وذكرنا سابقا أهمية كل منها. الفجوة الغذائية تحيط تحيط بالمواد الغذائية المراد ابتلاعها ليتم هضمها طبعا من خلال كما ذكرنا سابقا في عملية البلعمة. أنها تفرز أنزيمات محللة، المحللة للغذاء، بالتالي يتم هضمها. إذن طريقة حصول البراميسيوم على الغذاء عن طريق البلعمة، وطريقة حركته عن طريق الأهداب. اللايزوزوم وظيفته إفراز الأنزيمات الحالة. أخيرا من عضياتها لديها الخلايا اللاسعة، كما نلاحظ في الشكل. الخلايا اللاسعة هذه أهميتها تشل حركة الفريسة حتى تستطيع أن تأخذ غذائها وابتلاعها وتأخذ الغذاء. نأتي إلى قبيلة الأميبيات، القبيلة الثانية من الطلعيات شبيهة الحيوانات، الأميبيات. الأميبيات هي كائنات متغيرة الشكل، ليس لها شكل واحد. تتركب من غشاء خلوي. هذا الغشاء الخلوي يخرج منه أو يندفع منه أقدام شبيهة بالأقدام، ولكنها ليست أقدام، تسمى الأقدام الكاذبة. أهميتها تساعدها على الحركة وابتلاع الغذاء. إذن هو طريقة الحركة للأميبيات، ليس الأهداب كما في البراميسيوم وإنما الأقدام الكاذبة. تعيش في البيئات المائية الرطبة، منها يعيش متطفلا. تضم أنواع مختلفة طبعا في الشكل والحجم، منها شفاف، منها مثقبات بتكون محاطة بالقشرة، وأيضا هناك شعاعية. إذن كما نلاحظ في الصورة، هذه هي الأقدام الكاذبة وذكرت لكم سابقا. هذه تستخدم للحركة. بالنسبة لأنواع الأميبيات ذكرنا ثلاث أنواع، منها ما هو شفاف، منها ما هو مثقب ومحاط بالقشرة من كربونات الكالسيوم وحبيبات الرمل الأكيد لحمايتها، وأيضا في منها الشعاعيات. نلاحظ خروج شعاعيات محاطة بتكون بأغلفة قاسية من السيليكون. قبيلة الصوتيات، من اسمها تمتلك حتكون أصوات التي هي مهمة في الحركة، فتمتلك نوع واحد أو أكثر من الأصوات تستخدمها في الحركة. معظمها يتكاثر لا جنسيا. تعيش أغلب حياتها أو أغلب عيشتها حرة في الطبيعة، وبعضها يعيش متطفل مسبب الأمراض. هناك منها أكثر من نوع.
هناك أكثر من نوع من الصوتيات أو يتبع للصوتيات، منها الجيارجيا، التريكوموناس، الليشمانيا. نذكر بعض التفاصيل عن كل نوع. الجيارجيا نلاحظ هذا هو شكلها، شكلها كمثرة على شكل الكمثرة، تنتشر في المناطق ذات المناخ المعتدل وتصيب عادة الأطفال. تهاجم الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة الذي يتمثل في الاثنى عشر. نلاحظ وجود الصوتيات في الشكل التي هي مهمة للحركة. التريكوموناس أيضا هذا هو شكلها، ونلاحظ خروج الصوتيات من الشكل، تنتشر بشكل عام في كل العالم بالذات في المناطق ذات المناخ المعتدل. هنا تصيب هذا النوع يصيب الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي، الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي. كيفية الإصابة تكون عن طريق إما الجماع أو مشاركة الآخرين في ملابسهم الداخلية، أو عن طريق مقاعد المرحاض في الأماكن العامة، مناطق اللي تكون غير نظيفة وغير معقمة. أيضا ذكرنا من هذه القبيلة الليشمانيا، تنتشر على نطاق واسع أيضا عالميا، تصيب الأجهزة الحشوية كالطحال ونخاع العظم والعقد اللمفية والكبد وخلايا الدم البيضاء. إذن تصيب الأجهزة الحشوية. نلاحظ أن كل نوع منها يصيب جزء محدد من جسم الإنسان ويسبب له الأمراض. هذا النوع يسبب تقرحات في بطانة الأنسجة الجلدية، يسبب تقرحات في بطانة الأنسجة الجلدية، ونلاحظ هذا هو شكلها. أيضا نلاحظ وجود صوت الذي تستخدمه في الحركة. آخر قبيلة من طلعيات شبيهة الحيوانات هي قبيلة البوغيات، ومن اسمها بوغيات أي أن لها أبواغ، تعيش جميعها متطفلة. هذا النوع ليس له أي وسيلة من الحركة، يفتقر أي وسيلة من الحركة. مثال عليها الليبلازميديوم اللي بيسبب المرض المعروف الملاريا. إذن منها البلازميديوم المسبب لمرض الملاريا، وبذلك نكون أنهينا بهذا، نكون أنهينا التصنيف الأول الطلعيات شبيهة الحيوانات وكل ما ينتمي لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.